إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين قطع رحلته الخارجية إلى جنوب شرق آسيا بعد إصابة عضو من الفريق الصحفي المرافق له بفيروس كورونا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الشخص ثبتت إصابته بكورونا عند وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ولم يواصل السفر مع بلينكين. هذا وتخطت الولايات المتحدة حاجز 800,000 وفاة بسبب فيروس كورونا، بينما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على تلقي اللقاحات. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم، لم يتبقى لنا كثير من الوقت، ولكن نبدأ سريعا بهذه النقطة المتعلقة بوزير الخارجية الأمريكي الذي عرف أن أحد أفراد الفريق الصحفي المرافق له أصيب بكورونا. ما الجديد في هذا الشأن؟ بالتأكيد شادي، منذ نحو نصف الساعة خرج إلينا أو يعني تم إرسال خبر عاجل من وزارة الخارجية الأمريكية بأن أنتوني بلينكين وزير الخارجية سيقطع زيارته إلى أو جولته إلى جنوب شرق آسيا. كان مفترض التوجه إلى تايلاند، ولكنه سيعود إلى العاصمة الأمريكية واشنطن نظرا لإصابة أحد أفراد الوفد المرافق له بكوفيد 19، وبالتالي يعني للأمان بالنسبة لكامل الوفد سيتم إعادة الوفد كاملا إلى العاصمة الأمريكية. بالنسبة لآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أول أمس إلى 50 مليون مواطن منذ بداية جائحة كورونا، وصلنا إلى الحالة رقم 50 مليونا، بالإضافة إلى وصول حالات الوفاة إلى 800,000 حالة وفاة. وخرج أمس أو غرد أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقع تويتر يعني لدعا الأمريكيين لتذكر من توفوا بسبب حالات كورونا، وأيضا ذكرهم بأهمية تلقي اللقاحات وأهمية يعني استكمال ما بدأه الرئيس الأمريكي منذ يناير 2020 بعمليات يعني إعطاء اللقاحات للأمريكيين، حيث وصلت نسبة إعطاء اللقاحات للبالغين إلى 70%، وعلى مدار الشهرين الماضيين تم تطعيم ما يقارب 20 مليون طفل من الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن أن الآونة الأخيرة بعد عيد الشكر الأمريكي ازدادت الحالات الإصابة بكورونا إلى نحو 20% بسبب سفر الأمريكيين للقاء عائلاتهم والتخوفات من أعياد الكريسماس أو أعياد عيد الميلاد نحن مقبلين عليها. بالتأكيد أيضا هناك مخاوف من انتشار حالات أو يعني زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وبالتالي يعني تحاول الإدارة الأمريكية حتى الأمريكيين على عدم السفر إلى عائلاتهم بشكل مكثف. طيب أخيرا كريم، ماذا عن ذهاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كنتاكي لتفقد الوضع بعد الأعاصير؟ نعم شادي، هناك أيضا خبر متعلق باحتمالية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية كنتاكي التي ضربت بسلسلة من الأعاصير يوم الجمعة الماضية أسفرت عن 74 قتيلا، وما زال البحث جاري على تحت الأنقاض عن ناجين أو متوفين. حتى أن تحديدا سيتم زيارة مدينة مايفيل، تلك المدينة ذات 10,000 نسمة التي ضربت بقوة ويعني تحطمت أو انهارت العديد من المباني بها، هناك عدد كبير من القتلى. نعم. التقارير تشير إلى احتمالية سفر الرئيس الأمريكي اليوم إلى الولاية، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد الأمر من قبل البيت الأبيض. أنا بشكرك كريم يسري.